مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. أنا زميلكم محمود الجيوسي، سامعيني؟ مساء النور، هلا. تمام. هلا، مسموع دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. أمينك، الله يعطيك العافية دكتور. بالتوفيق يا سيدي. تمام، إحنا خلال ثواني راح نبلش، بس بدنا الجميع يعمل من عنده ميوت لو سمحتوا. تمام، راح نبلش هلا. احنا اليوم راح نحكي زي محاضرة عن البشرة. تمام، راح تكون يعني هي زي ما تذكر رؤوس أقلام مقدمة بموضوع البشرة، كل بشرة وتفصيل نوع كل بشرة، كيف نقدر نميز نوع البشرة، كيف نعرف مشاكل كل بشرة فيها ومميزاتها. بعدين راح نحكي عن البروتوكول المتبع في العناية اليومية والأسبوعية في كل بشرة منهم. تمام، صوتي واضح للجميع؟ الصوت واطي شوي. واطي شوي، بعيد بعيد. تمام، هيك أفضل، هيك الصوت أفضل عشان نبلش ولا لسه بعيد؟ أوضح شوي يعني. تمام، راح نبلش. في البداية حكينا إنه إحنا راح نحكي عن أنواع البشرة. تمام، ووصف كل بشرة فيهم، كيف نقدر إحنا نميز هاي البشرة. تمام، وبعدين راح نحكي عن مميزات هاي البشرة ومشاكلها والبروتوكول المتبع عشان نعتني بهاي البشرة. تمام، هلا راح نحكي البشرات إجمالاً انقسموا لقسمين. تمام، في البشرات العادية وفي البشرات الحساسة. أوكي، هلا البشرات العادية من اسمها هي عادية، يعني مش سهل إنك تتحسس من أي إشي. أوكي، البشرات الحساسة بتكون أكثر عرضة للتهيج، للحساسية، دائما بيكون ظاهر فيها الصوت. الصوت مش واضح، مش مسموع. لا، مسموع الصوت. لا صوت، لو سمحت بس واطي شوي، لو تعليه شوي دكتور محمد. اوكي تمام، هيك افضل. لا، ما تغير اشي فعلا، ما تغير صوتك اعلى. اوكي، يعني الصوت مش كثير عالي دكتور. الصوت واضح. واضح واضح. اوكي طيب، احنا راح نبلش. حكينا عن البشرة العادية والبشرة الحساسة. تمام، هلا في كمان الأنواع الرئيسية كبشرة دهنية، بشرة مختلطة، وبشرة جافة. أوكي، كل بشرة فيهم سواء دهنية مختلطة أو جافة بتكون يا عادية يا حساسة تصنيف. تمام، وحكينا إنه البشرة الحساسة بنقدر إن نميزها من الإحمرار اللي ممكن يكون ظاهر فيها، ممكن نميزها من الهيستوري، تاريخ البشرة إنها تعرضت لتحسس من منتجات معينة، من شغلات يعني ضمن الهيستوري تاعت البيشن. تمام، راح نحكي هلا وصف البشرة الجافة، كيف إحنا ممكن نميز البشرة الجافة عن البشرات التانية. هلا أول إشي، البشرة الجافة ما راح نشوف فيها احنا مسام واضح، مسام مرئي. تمام، راح نلاحظ انها بشره خشنه مشدوده، المرونه تاعتها اقل، وبعض الاحيان ممكن تكون هاي البشره فيها قشور بيضاء، تكون واضح انها فيها قشور. تمام، برضو كمان بعمر معين، خلينا نحكي بعد سن 30 ببلش اول شيء يظهر فيها الخطوط الرفيعه، ومع التقدم
أكثر في العمر بتصير هاي الخطوط الرفيعة تتطور وتظهر عن شكل تجاعيد. طبعاً إذا إحنا ما كان في اهتمام صحيح فيها وفي تطيب بشكل دوري. هلا مميزات البشرة الجافة أو الشغلات يعني اللي ما بتكون هي عرضة إلها. كم الواحد هو؟ اللي هي مميزات البشرة الجافة أو المشاكل ما بتكون عرضة إلها البشرة الجافة إنه ما بيظهر عنا حبوب دهنية فيها، بتكون عرضة أقل للندب. شو معنى إنه لما تكون هي عرضة أقل للندب عرضة أقل للحبوب الدهنية أو ما بيظهر فيها الحبوب الدهنية، بالتالي بتكون صعب إنه يصير فيها الندب الناتجة من مشاكل الحب. مشكلة الطبقة الزيتية إنها ما بتكون موجودة عندي بالبشرة الجافة. بس إذا نحط ميوت جميعها. لو سمحتوا الجميع يحط ميوت عشان الدكتور ياخد راحته بالشرح لو سمحتوا. ما أخفى عشان تسمعوا. تمام. رح نحكي هلا عن مشاكل البشرة الجافة. مشاكلها إنها بتكون أكثر عرضة، حكينا بالبداية إنها بتكون من مظاهرها أو طرق تمييزها إنه بيظهر فيها الخطوط الرفيعة، وحكينا إنه مع تقدم بالعمر بصير يظهر عند الأشخاص اللي بشرتهم جافة وما في اعتناء صحيح فيها بتصير بشرتهم أكثر عرضة لظهور تجاعيد. تمام. واعتبر البشرة الجافة أكثر أنواع البشرة حساسية، يتحول الجفاف إلى شحوب بلون البشرة لأنه كثر الجفاف بتصير البشرة لونها بحبوب باهت أو شحوب أو يعني تصير خالية من النضارة. برضه كمان البشرة الجافة بتكون أكثر عرضة لظهور الأكزيما لأنه الجفاف بمراحل متطورة بصير عنا على شكل أكزيما. تكون الأكزيما يعني كعلاج خلينا نحكي أصعب شوي من علاج الجفاف البشرة اللي هو إشي طبيعي. هلا هون زي ما حكينا كيف مظاهر تطور الجفاف البشرة، إنه كيف يبلش كجفاف عادي بصير fine lines بصير فيه قشور. برضو كمان مع تطور الجفاف بتزيد حساسية البشرة زي ما شايفين بالصورة الثالثة كيف بصير فيه احمرار واضح في البشرة. بعدين بصير على مدى طبعا سنين طويلة شوي بصير fine lines وبعدين بصير التجاعيد. دائما كمان بهمنا لما نعرف انواع البشرة انه شو النصائح ممكن احنا نقدمها للبيشنت عشان يعتني بطريقة صح ببشرته، سواء من منتجات او نصائح عامة ممكن تأثر على البشرة الجافة. أول إشي تجنب استخدام كريمات التقشير والمنتجات القلوية والحامضية. شو السبب إنه هون إحنا البشرات الجافة بدنا نتجنب نستخدم هاي الكريمات؟ البداية هي كريمات التقشير. كريمات التقشير هي بتزيد البشرة جفاف البشرات الجافة وبتزيدها تحسس حساسية. تمام. المنتجات القلوية والحامضية هي منتجات أول إشي بتغير الـ pH تاع البشرة، يعني هسه في الـ ideal pH للبشرة بتراوح تقريباً من 5.2 إلى 5.8. فإحنا لما نيجي نستخدم منتج الـ pH تاعه عالي قلوي، سواء بوصل يعني من منتجات خلينا نحكي التجارية اللي بتراوح الـ pH تاعه 8-9، إحنا هيك بنكون قضينا على الـ normal flora اللي هي تعتبر الخط الدفاع الرئيسي للبشرة، اللي هي أصلاً يعني بتحافظ على البشرة، على مرونة البشرة، بتحافظ عليها من أي مشاكل. لما إحنا بتغير البي اتش تاع البشرة وبتصير قلوية أو حامضية، حامضية يعني بتنزل البي اتش تاعها، ممكن من الكريمات بالعادة خصوصاً الكريمات التجارية زي كريمات الليمون هاي الشغلات اللي بتكون كثير بيور فيها هاي الأمور، بتأثر بشكل كثير ضار على البشرة.
بتسبب حتى حروق للبشرة، بتقضي عن نورمال فلورا، بتصير البشرة أكثر عرضة للإريتيشن، للبيتشن، للريدنس. هلا بهمنا كمان بالبشرات الجافة، لأن حكينا إنها هي يعني بتصنيفها إنها أكثر البشرات الحساسية. بس إذا ممكن نعمل ميوت. تمام. حكينا إنه نتعامل معها بلطف، الابتعاد عن كل ما يهيجها. ممكن يكون تهيج البشرة الجافة إنه استخدام منتجات مثلاً تحتوي على الكحول. ممكن طريقة استخدام المنتجات مرات اللي هي مرات إنه بعض الناس لما يجي يستخدموا إشي لبشرتهم بيكون عملية فرك المنتج على البشرة بيأثر برضو إنه يهيج البشرة. عشان هيك البشرات الجافة حتى طريقة استخدام البرودكتس لازم يكون الواحد بحرص، يكون عملية تطبطبة مش فرق للبشر. الابتعاد عن التعرض لأي مصدر حرارة بدون استخدام وقت الشمس، يعني ممكن شغلات بسيطة ما يكون الواحد إنه بفكر فيها زي بخار الطبخ تتعرض له بشكل يومي، لازم تحاول قدر الإمكان أن تتجنبه لأنه بيزيد الوردية والرزيشة بالبشرة والتحسس. طبعاً الشمس بطريقة مباشرة بدون استخدام وقت الشمس، وسائل التدفئة إنه يكون كثير قريب من وسائل التدفئة، برضو استخدام الماء الفاتر بدل الساخن، إنه ضروري نستخدم إحنا المي الفاتر بدل الساخن لأن المي السخنة بتزيد جفاف البشرة وبتطرح الدهون من البشرة. الأكثر من شرب الماء حسب الوزن، بهمنا برضو إنه يضل في بالانس الرطوبة بالبشرة بالدهون والماء. طبعا في عندنا جدول إنه كيف ممكن ننصح الشخص حسب وزنه قديش ممكن عدد اللترات المناسبة لاستخدامه بشكل يومي. يعني هاي إجمالا إحنا حكيناها كيف العناية بالبشرة سواء العادية والحساسة، إنه الغسول أو صابون التنظيف أو الترطيب ما قدر الإمكان إنه يكون استخدامه بالبشرات الحساسة بدون عملية الفرك اللي ممكن تهيج البشرة. الكريم المرطب يعني برضه في ناس ممكن إنه طريقة استخدامه إنه يكون كثير. وقت الشمس بالبشرات الحساسة بنكون بحاجة إنه كمان نجدده خلال فترة أقل، لأنه البشرة حساسيتها تكون أعلى للشمس، بالتالي بدنا تجديد خلال وقت أقل. كلمات الترطيب الليلية كمان بدنا نكون حريصين أكثر على مصادر الحرارة زي ما حكينا بخار الطبخ، ممكن حتى مرات ممكن الضوء إنه يتأثر منه. تمام. هلا راح نحكي إحنا كأصناف آيريس إيش ممكن يكون الخطوات العناية اليومية تمام بالبشرة الجافة. راح نحكي أول إشي في منتجين ممكن إنهم يكونوا مناسبين للبشرة الجافة، هي صابونة التنظيف اليومي اللي بيجي فيها مادة الجليسرين بشكل رئيسي، بيجي فيها مستخلص الخيار، مستخلص البقونج، الفيتامين إي، فيها مواد إنها تعطي ترطيب للبشرة ونفس الوقت إذا في أي تهيج بالبشرة إنها تخففها. ممكن يكون في ناس ما بيحبوا انهم يستخدموا الصابون، فممكن يكون استخدام الملك كمنظف بشكل يومي للبشرة. نقدر نستخدمه طبعا نهاري وليلي. الملك بدخل فيه بتركيبه الروزماري. طبعا هلا متعارف اغلب الملك السوق انهم يستخدموا كميك اب ريموفر. تمام. هلا بايرس ممكن يكون كمان استخدام الملك برضه غير انه ميك اب ريموفر، يستخدم ايضا كمغذي للبشره انه يعطي نظر للبشره انه يخفف التهيج يرطب البشره. هلا ليش؟ لانه في تركيبته ماده الروزماري، ماده اكليل الجبل، هي ماده بتخفف اي تهيج للبشره. في الاوليف اويل، الاورنج اويل، مواد تعطي ترطيب للبشره. تمام. هلا الخطوة الثانية بشكل يومي بهمني يكون للبشرة الجافة إنه يكون في ترطيب يومي.
تمام. هلا في فيشيال دايجرام الفيروس، وفي SPF 15، في كمان تركيبته الفيتامين سي، في زيت اللوز الحلو، الفيتامين اي، هاي كلياتها مواد طاقة الطيب. والفيتامين سي يعتبر انتي اوكسيدنت، يزيد برضه النضارة للبشرة. تمام. هلا المنتج الثالث اللي بيكون كمان للعناية اليومية، ورق الشمس. ورق الشمس طبعا من ايريس، هو تخصصية النانو تكنولوجي، الامتصاص تاعه كثير سريع، ما بزيت، ما بحور على البشرة، يفضل انه يتجدد كل 4 لـ5 ساعات. هو طبعا فيزيكال، تخصصية المادة الكالسيوم دايوكسيد، في الفيتامين اي وفي البي اي. تمام. بشكل يومي كمان آت نايت، بعد استخدام المنتجين، بعد استخدام سوري المنتج التنظيف، كمان بنستخدم الكريم الفيشيال النايت كريم. رح نحكي هلا عن البشرة. هلا الصوت كتير سيء، لأنه في أكثر من حد عم ببعت مسجات إنه الصوت سيء. طب أوقف بس ثواني أشوف موضوع الصوت وأرجع أكمل معه، بس ما رح أطلع من البث، بس ثواني. لك صوتي أوضح. ألو. للأسف الصوت واطي دكتور كتير، يعني أوطى من أول. لو سمحت إذا ممكن تحط سماعات لحتى يكون الصوت أوضح للجميع، وما يكون حدا منزعج إنه الصوت بعيد أو مش واضح، لو سمحت. طيب أوكي تمام. لك الصوت أوضح. لو تكرمت دكتور إنك تعلي بس صوتك شوي. أوكي تمام بس.
هيك الصوت واضح؟ للأسف دكتور لا. دكتور الصوت واضح بس شكله مش عند الجميع واضح، بس ثواني. هيك أفضل؟ يعني أفضل دكتور، هيك تمام. أوكي. هيك تمام إلي، ما بعرف للجميع إذا وصلهم ولا لا، يعني عم تحكي واضح الصوت مسموع بس مش بالمستوى العالي جدا، عادي منيح. طيب أوكي تمام، هلأ راح نكمل. راح نحكي عن البشرة الدهنية. هلأ البشرة الدهنية، البداية وصف البشرة الدهنية، هي بشرة تعتبر أكثر شيوعاً في سن البلوغ. أوكي، مظاهر هاي البشرة مساماتها واسعة، تظهر فيها طبقة زيتية، بتكون البشرة لامعة بشكل واضح، تظهر فيها أحياناً رؤوس البيضاء والسوداء، حب الشباب. تمام، يعني هي البشرة الدهنية أكثر البشرات من سهل إنه نميزها، لأنه اللمعة بتكون واضحة فيها، الطبقة الزيتية نوعاً ما بتكون واضحة، ومعظم الحالات بتكون فيها رؤوس بيضاء، رؤوس سوداء، حب شباب. هلا إيش الحالات ممكن أنها تظهر فيها حب الشباب؟ بيظهر حب الشباب في سن المراهقة. تمام، أكثر الناس يعني العرضة لحب الشباب هم الأشخاص اللي بيكونوا في سن المراهقة، وفي كمان بعض الأسباب الثانية في أعمار غير سن المراهقة، اللي هي ممكن تكون أسباب هرمونية للناس اللي بعد خلينا نحكي عمر 30، بتصير في عندهم اضطرابات في توازن هرمونية، توازن الهرمونات عندهم. بالعادة بيظهر عندهم أكثر مكان في منطقة الذقن بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل هرمونية. أكثر إشي بنقدر نستدل على إنه هاي الأكني بسبب اللي هي مشاكل هرمونية بيكون في منطقة الذقن بالعادة، وبتكون كثير ملتهبة الحبوب بالعادة، فسهل إنه يعني نستدل عليها. شو الفكرة إنه إذا إحنا قدرنا نميز اللي هي سبب ظهور الحب إنه هرموني أو مش هرموني، بهمنا دائما إذا عرفنا إنه المشكلة هرمونية إنه ما يكون العلاج خارجي. تمام، بيكون مهم إنه يكون في علاج داخلي. العلاج الداخلي هلا ممكن يكون خلال إنه ننصح البيشنت إحنا إنه تزور الدكتورة النسائية أساس إنه يكون في علاج داخلي، لأنه شو ما كان العلاج الخارجي مساعد للموضوع راح يكون في سبب داخلي، ما راح يكون خلينا نحكي نتائج 100% بيرفكت. تمام، هلا في كمان نقطة التوتر النفسي، أحد أسباب ظهور حب الشباب بعد سن 30، أو حتى للناس خلينا نحكي اللي بيكونوا أحيانا بتعرضوا لتوتر نفسي سواء بالجامعة بامتحانات بإشي معين، كمان نقدر هذول إنه نستدل عليهم حسب التوتر النفسي. هون أنا بكون يعني بس إن عرفت إن التوتر النفسي أحاول إن قدر الإمكان أعطي نصائح لهذا المريض قدامي إنه ما يجهد نفسه كثير بشكل نفسي ويفكر بكل شيء.